احلى مساء عليكم جمهوري العزيز ومتابعيني الكثير. كبير؟ لا انت كبير، متابعين هم اللي كتير. اسمحوا لي في البدايه ان انا اوجه لكم جميعا كل التحيه وكل التقدير، ونقولوا خير صباحين وبيض على الابيض. وبيض على الابيض ان شاء الله. واسمحوا لي ان انا اهنيكم بحلول شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين جميعا. الله، ده ما حدش طايقه في البيت كله. الطفايه دي مش طايقاها. يمكن مش عارف ابدا بالكلمه الاول ولا اتكلم الاول، مش عارف. انا تحضرني كلمتين عايز اقولهم لجمهوري، واني خابر زين ان اغلب جمهوري هيهاجمني عليهم. طب خلاص ما تقولهمش. لا هقولهم. ما قلتلكمش ابدا ان انا الموضوع ده انا لها واخلصكم. لا، هاتوا كل كلامي من الأول، هتلاقوا الكلام ما بيتغيرش. أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. اوعوا تكونوا مش مصدقين ان مصر مش هتبقى قد الدنيا. لا، ده هتبقى قد الدنيا. صحيح، وبكره تشوفوا حاجه بتاعتي. بكره لو ما كانتش قدامي في خلال 24 ساعه، اعرف ان انت كده قدامك 48 ساعه. مش هقدر. مش عايز. انا مش قادر اديك 48 ساعه ودقيقه. اعرف ان انت كده اللي اضطرتني ان انا اديك مهله 72 ساعه. احنا اول وعد معاكم قلت لكم اصبروا معايا سنتين. يعني انتوا هتستحملوا سنة كمان؟ سنة كمان؟ سنتين هتشوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى اتباعا. سنة ونص. 12 ونص. وقفوا جنب بلدكم مصر. وقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس. علشان ايه؟ هو في جنبك. اصبروا وسترى. بس اصبروا عليا بس شوية. اصبروا عليا كمان شوية. هتقول الله، ما انت قلت لنا 30/26. ايوه 30/26، حوريكم بفضل الله العجب العجاب في مصر. بس اصبروا بقى. طب ابعت لنا جواب، قول لنا انت بخير ولا ايه؟ طمنينا عليكي. هنعمل ايه في الدعم؟ ده عايز الاول اغني الناس، اغنيهم. ايه الحلاوه دي؟ جه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 ساغ ده يزيد ثمنه. عشمني بيه وغدر بيا. لن نحط بطاقة تموين تاني لأكتر من فردين في اللي فات. في الجديد لا، مفيش. على الهوى أنا بقولها على الهوى لكل المصريين، هذا الأمر لازم يتوقف. رفع الدعم جزئيا، يعني مش كل الدعم اترفع، لسه في دعم يا أخوان. أنت أهو مش معقول تعمل ده، ولو عايزين نعمله أنا مستعد. يعني قلبه مي أشيل بطاقة التموين 3 سنين وأعمل لكم كده؟ لا، ده مفيش قلب خالص. حد هيقول لي طب لسه اللحوم والأسماك. صحيح، بس اصبروا عليا بس شوية. اصبروا عليا كمان شويه. وانا عايز اقول لك، لما نيجي نتكلم على التنميه البشريه فيها كلام كتير. التعليم، الاسكان، الصحه، ده تنميه. برافو عليك. انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج. لا انا حنام ولا انتوا كمان حتنام. عيب علينا يكون عندنا 12 مليون ما بيشتغلوش. النهارده سوق العمل طالب مين؟ انهي خريج اللي عايز سوق العمل النهارده؟ اذا كان عندنا ما يقرب من 7 مليون موظف في الحكومه، فمليون منهم كفايه. عيب علينا ان احنا نعمل كده. فرص عمل، عايزين نشتغل، عايزين. عظيم عظيم. ايوه انا عارف، بس منين؟ مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. عظيم عظيم. الدين 1.7 مليون. قولي لي منين وبكام؟ والله العظيم انا لو انفع اتباع لاتباع. يا كل اللي مسؤولين معايا، يا اللي في الجامعه، يا اللي في الاعلام، يا اللي في الصحه، يا اللي في التعليم، يا اللي في الجامع، يا اللي في الكنيسه، انزلوا شوفوا البلد عامله ازاي وبصوا بعين حقيقيه. يا اللي وعدتنا هعود على المالح. طريقه تفكيره من رجل المخابرات سندار بعقليه ومنهج رجل المخابرات اطلاقا.
اطلاقا اطلاقا. ايه اولوياتك وايه اهم حاجه بتفكر فيها دلوقتي؟ الاستقرار والامن ياخد اولويه متقدمه جدا في جهدنا عشان نحقق امن وامان الناس اللي موجوده في كل حته في مصر. ان انا انزل على القرى دي وابيد واشيل كل الكلام ده بالمعدات الهندسيه. جيشنا ما يعملش ده. جيشنا ابدا عمره ما يعمل كده عشان هو كده. انت بتكلمني في التظاهر ازاي؟ يعني احنا بنتكلم في اذا كنا بقول اراده الناس. صحيح. اذا كنت انا بتكلم بقول احترم اراده الناس. وبعدين اقول لك ازاي حريه التظاهر في مصر وحياه امك. حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحكم الضابط احمد. لا. مش هيحصل خلاص. واللي يتكلم على المحكمة على طول. وما هو المطلوب من المصريين في الفترة القادمة؟ تصبروا وتتحملوا. تصبروا وتتحملوا. مفيش غير كده. 99 ساعة وثانية. انت كده قدامك اسبوع على مش. انا ما غامرتش بيكم. ما خدتش قرار اضيع في مصر ولا الحكومة. احنا ما غامرناش فخدنا قرار فدخلناكوا في الحيط وضيعنا مصر. لا على خلي بالكم ما احناش ان شاء الله فسدة خدنا اموالكم وضيعناها بفساد او بدلع. لا ما حصلش. طب وبعدين هنعمل ايه في المشكلة اللي انتوا ورطتونا فيها دي؟ مين؟ احنا؟ سبب المشكلة لا هي فساد حكومة ولا فساد نظام اداري ولا تهميش. لا ولا لا لا لا, لا. ايه ده؟ طب حلو ايه؟ وده مش معناه ان الحكومة والدولة مش هتقوم بدورها في هذا الموضوع، لكن عايز اقول ان الظرف صعب جدا. عندك حق. يا جماعة اسمعوا مننا لان احنا مش احنا اصدق من غيرنا، لا احنا قد نكون مدركين لحجم التحدي اكتر من غيرنا. وانا بتكلم كده بصراحة عشان ليكوا انتوا مصريين. هنشوف دلوقتي. بقول للمصريين قولوا لي اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ انا بقول لكم انتوا يا مصريين قولوا لي اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ يعني ازاي؟ احلها ازاي؟ بس حد يقول لي اعمل ايه؟ واجيب منين؟ اعمل ايه؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ عايز اي حد من اللي موجودين في ال 100 مليون مصري دول يقول لي اعمل ايه وانا اعمل، او هو يجي يعمل. والله انا مش هاكل، مش عارف اعلم، مش عارف اهلك، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن، روحوا المرج والمطريه والخصوم. بس بقى يا فخر خلينا نشوف هنعمل ايه؟ يعني عناد يعني؟ لا. صلابة مخ على الفاضي؟ لا. عندي الفرصة ان اعمل وما عملتلكش؟ لا. لا 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 لا. طب مش هعمل ليه؟ قول انت بقى. ما عملتش يبقى انا مش قادر، مش عايز، انا مش قادر بس. ما بديهاش بقى. لا والنبي يا ماما بلاش دي. مش هقدر، مش عايز، انا مش قادر اديك. سيادة القاضي اللي انت ما تعرفوش ان ما بيعرفش. وفهموا يا مصريين محدش ياخدكم في سكه ويضيع بلدكم وهو مش فاهم حاجه في الدنيا. ايه بقى يا عم بيتهوفن خوتنا؟ مش لايق اللي انت بتعزفه ده. خش حزيني. اللي بيسمعوني في كل حته في مصر، لو ظروف مصر صعب اهل مصر هيتخلوا عنها؟ طب انا عندي ازمه، طب انا عندي مشكله، هتتخلوا عنها؟ انا بكلم المصريين، هتتخلوا عنها؟ هتسيبوها يعني؟ طب حاجة تانية أخيرة وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ هنتخلى عنها؟ هتقولوا زي ما قالوا كده لسيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولا إيه؟ أنا آسف يا مولانا، حقك عليا. يعني خلاص سامحتنا وصدقت الاشتغالة؟ اشتغلت إيه؟ ما كنا ماشيين كويس. هو إحنا دخلنا حروب ضيعنا فيها أموال مصر؟ أنت مالك؟ أنت مال شكلك وأنت مال أهلك؟ أنت مالك أنت؟ هو إحنا دخلنا مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟ العاصمة الإدارية في مصر أهم وأكبر مشروع للرئيس السيسي منذ توليه الحكم، لأنها حسب التقارير كلفت حوالي 58 مليار دولار. أنا غلطان؟ بيتعمل هنا أكبر مدينة ترفيهية في العالم، شوفوا في العالم. بيان البنك المركزي المصري، خلوا بالكم الرقم ده، ديون مصر الخارجية 145.5 مليار دولار. أنا غلطان؟ لا لا يا جماعة، ده الظروف صعبة جدا على الدنيا كلها، ودي أزمة مش بتاعتنا. طب عيني في عينك كده؟ والله كذاب. الحرب دي مش بتاعتنا، والموقف اللي حصل ده خلال ازمه كورونا السنتين ولا حتى الازمه الروسيه مصر ما عملتوش، انما مصر بتدفع ثمن زي كل دول العالم ما بتدفع.
تصدق لا انا ما كنتش فاهم بقى كده خالص. اغلب دول العالم بتعاني حاليا سواء بعد جائحه كورونا او حتى الحرب في اوكرانيا، ومصر من الدول المتضرره. اسمع مني الحته دي بقى، لما نيجي قايلين بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه وروسيا نزل عليها عقوبات، وبعدين ننظر للمؤشرات عندهم فنجد انهم افضل مننا بكتير، وبص تلاقي ان لا ده يعني متذيله الكثير من المؤشرات اللي هي دليل على عافيه اي دوله او النظام بتاعها. حاول التعبير الجميل اللي ممكن ما تنسهوش، بطلوا هرج، بطلوا هري بقى. بقينا شاطرين جدا جدا في الهري، لدرجة ان ايه؟ ان بقى عندنا مدارس في الهري، في الهري بتاع البني ادم اللي فكرة واحدة مسيطرة عليه طول الوقت، تكلمه في اي حاجة يجيبك على الموضوع ده. طب وانتوا بتسألوني ايه؟ والتعليم، انا اقول لكم ايه؟ طب اخبار تحديد الناس ليه؟ تعصبوني يا جماعة، سيبيني، ايه؟ سيبيني. شكرا لسرقتي. خمسة بالحب. بقينا شاطرين جدا جدا في الهري، لدرجة ان ايه؟ ان بقى عندنا مدارس في الهري.